حصلت دي. خليكم لحظة واحدة معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن مقدمة لدايركشنال دريلينج عن طريق الانيميشن. ده انيميشن هايل وناس كتير بتستخدمه وحاجة واضحة جدا. فهنترجم الايه، هنترجم الفيديو ده، الانيميشن ده، وهيبين لنا حاجات كتير قوي واحنا شغالين. حلو. بيقول ايه الراجل؟ بيقول لك اور جول، ها اور جول في اي لوكيشن تو ديتيرمين ذا موست ايكونوميك باث. يعني ايه ذا موست ايكونوميك باث؟ يعني ارخص سعر اقدر اعمل بيه شغل دايركشنال دريلينج. تمام كده؟ يبقى ده اهم حاجه. الايكونومكس الاكاديمي اللي هي الاي اس اي اكاديمي، انا اديت فيها كورس ايكونومكس هايل، يمكن الناس اللي حضرته معايا تستفيد جدا ويعرف يعني ايه كلمه ايكونومكس، يعني تكاليف حفر البير. انا ممكن احفر بير بتكاليف عاليه جدا وهيبقى بير زي الفل، وممكن احفر بير متواضع نوعا ما بس مقبول بنص الكوست. يبقى انهي الاحسن؟ لا، البير المتواضع المقبول اللي وصلت فيه للتارجت، من السيرفس للتارجت بالايه؟ بالموست ايكونوميك باث، زي ما الراجل بيقول، هو ده اهم حاجه. تمام؟ اللي هو السؤال الاولاني لما قلنا نستخدم الموتور وامتى نستخدم الار اس اس. تمام؟ الا لو في صعوبات طبعا. ماشي؟ فده الايه الكلام اللي هو قاله، ايه قاله في الاول. بيقول ايه تاني؟ بيقول اول حاجه the first to determine the target، التارجت بتاعي اللي انا عايز اوصل له داون هول in relation to the surface location، بالنسبه للسيرفيس لوكيشن. تمام؟ دي اول حاجه في الويل بلاننج. يعني اكس اند واي، اكس 1 واي 1، اكس 2 واي 2، واشوف اوصل من هنا لهنا ازاي. تمام؟ وفي انهي فورميشن بقى، وبانهي ديزاين كيسنج، بانهي ديزاين اسمنت، و و و، بيدخل بقى ايه في كل الحاجات الثانيه. حلو قوي. In the same time بيقول ان احنا لازم نبقى عارفين التارجت ريديوس. التارجت ريديوس ده اللي بنسميه الايه؟ الويل تولرانس. التولرانس بتاعي، هل الجماعه بتوع الاستكشاف قالوا لي ان هم محتاجين يعملوا في الداون هول دايره قطرها 50 قدم ولا 100 قدم ولا 150 قدم؟ يعني هيدوني سماحيه ان انا لما اجي اوصل بالدايركشنال دريلنج اوصل في طرف الراديوس ولا في نصه ولا في الجنب الشمال ولا في الجنب اليمين، وذين الايه؟ وذين الدايره دي. كل ما الدايره دي كبرت كل ما كان شغل الدايركشن اسهل، كل ما الدايره دي صغرت كل ما كان شغل الدايركشن طبعا ايه؟ اصعب. نكمل. حلو قوي. شايفين كده المنظر ده؟ المنظر اللي قدامي ده، ده طبعا مشكله كبيره. كلمه دوج ليج سيفيريتي، يعني دوج ليج يعني ايه؟ رجل الكلب. رجل الكلب بتبقى متنيه كده، سوري في الكلمه يعني. السيفيريتي بتاعتها كل ما زادت الثانيه دي كل ما كان ايه؟ كل ما كان في مشكله اكبر. تمام؟ فاحنا عايزين، يعني ايه دوج ليج سيفيريتي؟ يعني انا بقول مثلا ان البيلد ريت بتاعي كل 100 قدم او كل 90 قدم، كل ستاند انا هعمل
دايركشنال ورك 2 درجه بالموتور او بالار اس اس لكل ايه؟ لكل ستاند. حلو كده؟ بعد ما بخلص الستاند عند الاند بسيركل بطلع وبنزل ريم داون وريم اب، وبعد كده بوقف على البوتوم عشان الام دبليو دي تقدر تقرا الشغل اللي عمله الايه؟ اللي عمله دققه الموتور. تمام كده؟ طيب لو لقيت البيلد ريت بتاعي عامل مثلا 7، دي مشكله كبيره، معنى كده ان الدوجليك سيفيريتي نطت، بدل ما كنت شغال كل 90 قدم او كل 100 قدم 2 2 2 بقى التوتال 6، 2 بقى التوتال 8، فجاه نطيت 7 بقى التوتال 15 درجه في خلال 100 قدم، في خلال ال 100 وال 300 اللي قبليه او ال 400 اللي قبليه. حلو كده؟ فدي اللي بنسميها الدوجليك سيفيريتي. طبعا الدوجليك سيفيريتي دي بتعكسني في ايه؟ بتعكسني في نزول الكيسنج، بتعكسني في الكومبليشن. الكيسنج لو نازله على عاصي والسايز بتاعها صغير 7 انش مثلا ولا حاجه زي كده، بتعمل مشكله كبيره جدا الدوجليك سيفيريتي دي. وبنسمي الهول دي كروكد هول. يعني ايه كروكد هول؟ يعني عامله زي الايه؟ زي السلم، كل شويه تلاقي ايه في زي ايه؟ زي دوجليك سيفيريتي كده، دوجليك سيفيريتي، دوجليك سيفيريتي، وهكذا. طبعا الموضوع ده بنتحاشاه تماما، والموضوع ده ممكن يحصل غصب عني لو معايا سوفت فورميشن والبارامتر بتاعتي شغال مثلا حفر سريع، يعني بيبقى ليها كونسترينز ثانيه خالص، تعتمد على الفورميشن، تعتمد على البريشر، تعتمد على الفلوريت، تعتمد على ايه؟ على حاجات كتير قوي، تعتمد على الافشنسي بتاعت الموتور نفسه، وهكذا. تمام؟ ده بالنسبة للدوجليك سيفيريتي. حلو قوي. هو بيقول هنا ايه؟ بيقول اهو اول سطر الماكسيمم انكلينيشن المفروض از بير الويل بلان 3 درجات لكل 100 قدم، ده بيديني اوكي مفيش مشكله، ده البلان بتاعي. طيب الماكسيمم دوجليك سيفيريتي الحقيقيه بتساوي 5 من 3 ل 5 مفيش مشكله. تمام؟ دوجليك سيفيريتي اللي هي ايه؟ الانكلينيشن، تغيير الانكلينيشن كل 100 قدم. طيب الخمسه لكل 100 قدم دي اقصى حاجه. طب انا لقيت الاكشوال دوجليك سيفيريتي 6 لكل 100 قدم، يبقى كده تو هاي. يبقى كده ايه تو هاي؟ ادي 3 درجات، دي الايه؟ دي الدوجليك سيفيريتي المقبوله بتاعتي في البيلد ريت. فهو هنا ادانا اكزامبل بس بيشرح القصه دي. حلو قوي. الدايركشنال ويل باترنز، الباترن بتاع البير او بتاع الدايركشنال ورك نفسه، حاجه من الاثنين، يا اما الجي تايب، ده بنسميه جي تايب زي حرف الجي، مش الجي، الجي، تمام؟ ده بنسميه حرف الايه؟ حرف الجي تايب اللي هو ايه؟ بيلد وهولد، ده تايب 1. تايب 2 عمل ايه؟ جيم الكيك اوف بوينت اللي هي الايه؟ الكيك اوف، اللي هي زي ما قلنا موضوع الدايركشنال دريلنج جاي من مين؟ جاي من الطياره، الطياره بتمشي تمشي تمشي بسرعه وبعدين تعمل كيك اوف. تمام؟ الكيك اوف ده هنعتبره في الفيرتيكال، فبيعمل كيك اوف من هنا المكان اللي انا بشاور عليه، وبعدين بيمشي بيلد، وبعدين بيعمل هولد، وبعدين بيجي يعمل ايه؟ يعمل دروب. تمام؟ بيعمل ايه؟ بيعمل دروب بعد كده. ده تايب 2. ماشي؟ حلو، نيجي للبيلد اند هولد. كده الصوت افضل.
طيب تمام، هنكمل على كده وانا بالوايم كده هن ايه هنشوف الانيميشن هيمشي ازاي وهنشرحه ان شاء الله بالتفصيل، مفيش اي مشكلة. اول حاجة البيلد اند هولد باترن، ده يعتبر اسهل حاجة، اللي هو عندي سيرتيفيكيشن وعندي تارجت لوكيشن، وبالتالي بوصل بحفر ايه السيرفس هول، وبعد كده بنزل الكيسن، وبعدين بنزل شويه بحفر اوبن هول، وبعدين بعمل كيك اوف لحد ما بوصل لنقطه معينه. انا من البلان بتاعي عارف ان انا من النقطه دي اللي انا بشاور عليها دي لو مشيت ستريت فورورد ايه هوصل للتارجت بتاعي، وبالتالي ده كده الطريقه اللي ايه الطريقه اللي احنا ايه اللي احنا بنتكلم فيها. تمام، ده بالنسبه للايه بالنسبه للجزئيه بتاع البيلد اند هولد. يبقى بالتالي انا بحاول دايما اوصل للتارجت بالمينيمم دايركشنال ورك، يعني الدايركشنال ورك ده مش شطاره ان انا اشتغل دايركشنال ورك كتير، لا انا بحاول الدايركشنال ورك اقلله على قد ما اقدر، لان الدايركشنال ورك بياخد تايم وبياخد كوست وتكلفه موتور وتكلفه ام دبليو دي وريسك. ايه الريسك؟ لو انا استكيت بالام دبليو دي والموتور دول الاثنين كده ثمنهم تقريبا من نص مليون لثلاث ارباع مليون دولار، ده كده اليوز بعد ما احسب عليهم ديبريشيشن وهذا الكلام. تمام، فده بالنسبه للايه بالنسبه للجزئيه دي. طيب نكمل، يا رب تكونوا بس سامعين الانيميشن، مش مهم انا اسمعه انا كده كده حافظه. طيب يبقى الابلكيشن بتاع البيلد اند هولد اللي هو ايه؟ اللي هو السنجل تارجت، لما يكون عندي سنجل تارجت زي ده ما عنديش مالتيبل تارجت، ومودريت ديبث يعني ما يكونش عندي ديبث عالي. تمام، ولارج هوريزونتال ديباتشر. يعني ايه لارج هوريزونتال ديباتشر؟ يعني يكون الزون نفسه لارج هوريزونتال ديباتشر، يعني المسافه من الاكس والواي في التارجت للاكس والواي في السيرفيس كبيره. تمام، ده كده بالنسبه للايه بالنسبه للجزئيه دي. ماشي، انا هشرح الانيميشن، مش مهم اسمع صوت لان انا كده كده بترجمه. تمام، انا بس بستفيد من الصور اللي موجوده، وهعمل للانيميشن دي لينكات برضه توصلوا لها. ده النوع الثاني البيلد اند هولد، بيعمل ايه بقى؟ بيعمل بيلد اند هولد اند دروب، ده تايب 2. ادي التارجت بتاعنا اهو، حلو كده؟ طيب لو قلنا ان هو عمل بيلدنج من هنا وكمل وبعدين كمل هولد، هيوصل على طرف ايه؟ على طرف الايه؟ التارجت، على طرف الراديوس، وده مش مطلوب، انا المطلوب عندي اقرب من السنتر دايما على قد ما اقدر اللي بيدينه لي الجماعه بتوع الاستكشاف، وبالتالي كده مش هتبقى ايه مش هتبقى العمليه ايه العمليه مظبوطه. تمام، وبعدين تاني حاجه انا عندي تارجت تاني، فانا ممكن لو كملت اجيب التارجت التاني بس ما اجيبش التارجت الاولاني، فبعمل ايه؟ بعمل دروب وبعد كده بعمل بيلد تاني. تمام، عشان اوصل للتارجت التاني، او اجيب التارجتين بالطريقه دي. ادي عمل دروب اهو وايه ونزل فيرتيكال لحد ما ايه لحد ما جاب التارجت التاني. طبعا الابلكيشن بتاع الايه بتاع البيلد هولد اند دروب ده بيبقى مالتيبل بيزون وبيبقى ليز اور تارجت كونسترينت، يعني بيبقى ايه؟ لو انا عايز التارجت في النقطه دي، تمام، التارجت الاولاني والتارجت الثاني مش مهم في اي نقطه، فاعمل ايه؟ اجيب التارجت الاولاني وانزل. لو جينا قلبنا الشكل ده قلبناه من الناحيه اليمين هيبقى عامل زي الاس شيب، مش كده؟ خط كده وبعدين عمل دروب وبعدين عمل كده، دي اسمها الاس شيب. يبقى عندنا الاولانيه اسمها جي تايب والثانيه اسمها الاس شيب او البيلد هولد اند دروب، بيلد هولد دروب. تمام كده، ده الاس شيب. ماشي، نيجي للتايب 3. لو عندي سولت دوم طبعا لازم ايه احفر فيرتيكال لحد ما اوصل للدبس بتاع السولت دوم. طبعا هتقول لي جبتها ازاي؟ هقول لك طبعا بتبقى واضحه سايزمك قبل ما احفر اساسا. تمام كده، يبقى عديت السولت دوم وحاطط البريمه هنا، وبعد كده ايه التارجت بتاعي تحت السولت دوم في الناحيه الشمال، بعمل بقى ايه؟ بعمل الايه البيلد بتاعي اللي هو بنسميه كونتينوس بيلد. يبقى بعمل بيلد، بفضل اعمل بيلد 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 لحد ما اوصل للايه للتارجت. تمام، ليه بقى بعمل القصه دي؟ عشان اوصل للايه
اوصل لل ال لحظة واحدة. بس علق شويه. المهم نكمل لحد ما يشتغل الابلكيشن بقى بتاع الكونتينوس بيلد. ده ايه الكونتينوس بيلد؟ ده معناه ان انا مفيش فولد عندي، يعني ما بوصلش الزاويه 20 وافضل ثابت على 20 دي خمسه سته ستاند تانيين، لا ما بتمشيش كده. انا بفضل ابني 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 وادخل التارجت وانا ببني، ده اسمه كونتينوس بيلد. ده الابلكيشن بتاعته في السولت دوم دريلنج. الفولت دريلنج لو عندي فولت وعايز اعديه، ليه بقى عايز اعديه؟ لان ده ما ينفعش يتقطع، ده مش unsealed fault. لو عديته هاخد complete loss، واخد السك على طول على الاكويبمنت اللي معايا. وموضوع في السايد تراكنج طبعا، والري دريلنج لو انا سديت جزء بالبيزون مثلا، لو ما لقيتهاش وسديت جزء وبعدين ايه رجعت احفره تاني، سديته باسمنت ورجعت احفره تاني من اول وجديد، تمام. ده بالنسبه للايه، بالنسبه للجزئيه دي. ده بالنسبه للنوع الثالث. النوع الرابع اللي هو الايه، اللي هو الهوريزونتال دريلنج. طيب الهوريزونتال دريلنج على بس ما يحصل ريسبوند للبرنامج، تمام. عارف ان الصوره ثابته، لحظه واحده وهتدخل معانا على طول تاني. بنتكلم في حته ايه، في حته ان احنا الدايركشنال دريلنج ده لو عندي زون انا عارفها وحفرت فيها كذا فيرتيكال ويل وعارف انها ممتده، بحفر بيها بعمل اكسبوجر ليها اكتر من اللازم. ايه الاكسبوجر ده؟ ان انا بفتح الهول دي هوريزونتال، بفتح الزون دي هوريزونتال. انا عارف ان انا حفرت بير مثلا اكس 1 اكس 2 واي 3 مثلا، الثيكنس بتاع الابار اللي جنب بعضها دي كل نص كيلو او كل ثلاث اربع كيلو او كل كيلو احفر بير، فبالتالي اتاكدت ان في الاتجاه ده معايا زون ثابته 100 قدم 110 قدم 90 قدم، فالرينج ثابت. فباجي اقول ايه، انا هحفر في المنطقه دي اعمل درينج للاريا دي ببير هوريزونتال، تمام. فبحفر بهوريزونتال بهوريزونتال ويل لحد ما ايه، لحد ما اوصل لاكسبوجر مثلا الليج بتاعت الهوريزونتال تبقى مثلا 2000 3000 قدم، تمام، كيلو تحت الارض، كيلو ونص، 4000 قدم، 5000 قدم، وات ايفر. ده بنسميه ايه؟ بنسميه اكستندد ريتش او هوريزونتال دريلنج. ايه الهوريزونتال دريلنج ده؟ ان انا بعمل بنزل لحد ما ببني زاويه 90 درجه وبمشي ايه؟ وبمشي هوريزونتال، وبالتالي في الحاله دي التي بي دي معايا بيبقى ثابت على كل نقط الايه؟ نقط الايه؟ الطبقه اللي انا فيها اللي هي طبقه التارجت. طبعا النقطه دي ما بقدرش احققها بايه؟ ما بقدرش احققها بالشغل الدايركشن
عذرا يا جماعة بس الموضوع الكوميونيكيشن ده يعني ايه صعب شوية. تمام. Our goal is placement, at which point drills. Reservoir engineering consideration. تمام يا جماعه كده ان شاء الله نكمل. هو بس كان في كان همج اكتر من مره. طيب يبقى البيلد هولد اند بيلد ده يبقى بيلد بنعمل بيلد هنا وبعدين بنعمل هولد وبعدين ايه بنعمل بيلد بيفضل بقى ايه ممكن يعمل بيلد ثاني وممكن لا. الابلكيشن بيزد اون ريزرفوار كاركترستكس طبعا ممكن يعمل بيلد شويه لفوق لتحت واتيفر حسب الديبننج بتاع الطبقه نفسها. في ابار بالمناسبه بتزيد عن 90 درجه يعني بتلاقي الطبقه الديبننج بتاعها طالع لفوق فبمشي معاها بس دي بقى لازم انزل بايه؟ احنا قلنا الام دبليو دي لازم ينزل انما ال دبليو دي مش نسيسري. لا في الكيس دي نسيسري 100% يعني لازم لازم يبقى ايه يبقى ال دبليو دي معايا. We can define well profiles in terms of several key parameters. تمام. The inclination angle is the deflection. هنا بعض التعريفات ادي الانكلينيشن اللي هي الزاويه مع الراسي ادي التارجت بتاعي ده الكروس سكشن الجانبي ادي السيرفيس كوردينيت من السيرفيس لما ببص من فوق تمام ببص من فوق كده في 360 درجه الربع الاولاني اتجاه النورث والساوث والايست والويست وادي التارجت بتاعي وادي البلان فيو تمام بتاعي ادي التارجت اهو ده المنظر من فوق وده المنظر من الجنب يعني واضح ان الخط ده مايل بالشكل ده كده لما ابص له من فوق الاقيه عامل كده تمام فاحنا واضح ان احنا في الربع الايه ده اتجاه الايست وده النورث وده احنا في اتجاه الايه الساوث ايست في الربع الثاني تمام في الربع الايه الربع الثاني تمام كده سوري معلش انا ما عملتش شير للقصه دي ادي الانكلينيشن زي ما قلنا وادي السيرفيس كوردينت بتاعي وادي الازيمث بتاعي من الايه التوب فيو وادي التارجت بتاعي ده الجنب اليمين وانا باصص من فوق دي البير رايح ماشي كده ولا ماشي كده ولا ماشي كده من الجنب بقى الكروس سكشن نفسه بتاع الكيوب بتاعي من الجنب بيبان كده فالانكلينيشن دي السايد فيو والسيرفيس الازيمث هي التوب فيو ادي البلين فيو وادي الكروس سكشن وادي التارجت بتاعي هنا وادي التارجت بتاعي انا مطلوب مني ان اوصل للتارجت ده وهنا مطلوب مني ان اوصل للتارجت ده تمام نمشي الانيميشن في بعض التعريفات الاخرى انا بوقف وبشغل بالمناسبه ادي الكيك اوف بوينت دي الكيك اوف بوينت انا بحددها
حسب ما انا شايف according to information according to the casing show of previous hole according to حاجات كتير قوي. يبقى دي اول حاجه الايه first begin building the inclination angle. هيبين لي شويه مسميات. The azimuth refers to the angle in the horizontal plane with respect to true north. The turn off point is the depth at which we change it. ادي التيرن اوف بوينت النقطه اللي انا ابتديت الف فيها وادي التارجت بتاعي لسه دي الايه الزاويه اللي انا هوصل لها. مجرد ما عديت التيرن اوف بوينت نبتدي هنا نعمل الايه الهولد بتاعي على ازيمث معين مثلا 300 درجه ولا حاجه. طبعا 300 دي غلط. ليه؟ لان 300 دي هتبقى في الربع الرابع. هنا في الربع الثالث هتبقى من 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 90 ل 180. فانا الزاويه عندي هنا من 90 ل 180 لان الخط بتاعي ماشي كده. ادي النورث الزيرو الربع الاولاني ادي 90 درجه كده ادي ال 270 درجه كده ادي سوري ال 180 درجه كده ادي ال 270 درجه كده ادي ال 360 درجه كده. تمام. فده بالنسبه للايه The turn rate angle represents the incremental change in azimuth over a measured course length, while the build rate angle refers to. ادي البيلد ريت انجل. يعني هنا كل ستاند ببني مثلا درجتين بيبان عندي ايه؟ بيبان عندي الدرجتين دول. معلش الصوت بيقطع ممكن تكون السيجنال بتروح وتيجي يعني ايه مش ثابته قوي. The incremental increase in inclination. Conversely, the drop rate angle on a build, hold, and drop pattern is the incremental decrease. نيجي بقى للحته دي ادي البيلد ريت انجل وادي الدروب ريت انجل. يعني لو حصل دروب بتبقى ايه؟ بتبقى الدروب انجل هنا، اذا حصل بيلد بتبقى البيلد انجل هنا على الشمال. وادي التارجت بتاعي ده ايه؟ ده بيلد اند ايه؟ بيلد وبعدين تيرن وبعد كده دروب. تمام. ده بالنسبه للايه؟ للجزئيه دي. The lead angle measured in the horizontal plane from the left of the target area. نيجي هنا بقى في حاجه اسمها lead angle. lead angle دي اللي هي ايه؟ اللي هي اول زاويه خدتها وانا بعمل الايه؟ وانا بعمل بدايه الدايركشن وورك وبدايه الكيك اوف بوينت. تمام. ده بالنسبه للازيمث مش الانكلينيشن. خلي بالكم اول ما ابتديت الف اسمها lead angle. التيرن اوف بوينت اللي انا بمشي في اتجاه معين في الازمه. تمام. وبعدين بعكس الاتجاه بلف يمين او بلف شمال. تمام. دي اسمها تيرن اوف بوينت ودي اسمها ليد انجل. ماشي. accounts for the tendency of a rotary bit to walk to the right. Its value depends on local drilling conditions. But remember that there's a lot more to planning a well profile than drawing a curve from point A to point B. Many other factors, well spacing, casing and completion requirements, rig capacity, hydraulics, drill string design and specifications, drilling parameters, and so forth come into play. There are a number of software packages that can be used to optimize well trajectories while accounting for these drilling variables. الار بي ام الويتوم بيتش التورك الدراج الزاويه التول فيس الحاجات دي كلها. كلمه تول فيس يعني ايه؟ تول فيس يعني البنت هاوزنج شغال ازاي؟ ده لو شغالين بمطور. وتول فيس الزاويه بتاعت الار اس اس حاليا بتبقى كام؟ التول فيس يعني وش التول تحت الدقاق فين؟ في انهي ربع وفي انهي زاويه وشغاله ازاي؟ تمام. ده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للكلام الاخير في الانيميشن. تمام. احنا خلصنا كده الايه الانيميشن الاولاني. لو في اي سؤال في الانيميشن الاولاني ده يا ريت ايه يا ريت تفيدوني قبل ما ننقل على الايه على الانيميشن الثاني او على الجزء اللي بعد كده.